Rahim, donc كان خدم مع سي ميغيل اللي هو المدرب ديال الفريق الحسنية في نادي الأوينة، والحمد لله كما شفتوا النتائج يعني عاونت واحد شوية ديال العقلانة وشوية ديال لو ريكروتمون اللي هما في المستوى واللي هما في لي بوست. حاولنا نشكلوا واحد الفريق اللي هو جديد، ما نساوش الناس بلي عندنا الفريق راه جديد يلاه مكون، يعني ماشي شي فريق. انا عشت المرحله ديال الشامبيونه وهذه المرحله هي مرحله اخرى، يعني في هذا الوقت ماشي هو المرحله ديالنا. يعني في المرحله ديالنا تقدر الا بغيتي تاخذ الشامبيونه خصك واحد المده، خصك واحد المده اللاعبين يجلسوا بعضياتهم حتى يعرفوا بعضياتهم. دابا تغيرت الوقت، ولات الوقت دابا ماده، يعني حتى اللاعب ولا كتخلص بواحد الموارد الماليه. دونك اللي كيحتم عليك هو انك تجيب عناصر اللي هما في المستوى وكيسمحوا لك لهذا الفريق، وممكن انك تخلق فريق يعني في واحد الظرف اللي هو واجد تقدر دير فريق اللي هو ديال الشامبيون كيما راه حصل لنا حنايا دابا في هذه اللحظه، يعني مع المدرب مع اللاعبين شوبان ولاعبين اللي هما مجربين ولاعبين اللي ولا ولاد الفرقه اللي كانوا كيلعبوا لها برا ورجعوا ولاد الفرقه. يعني الفرقه ولات واحد السر هو ان كاين دابا اللي في الفرق كاينين دراري ديال ولاد البلاد كثار، وملي كتكون في الفريق دراري ديال ولاد البلاد كثار لا بد ما يكونوا النتائج. حتى ولاد البلاد كيعطي الماكسيموم، كيحاول يعطي الماكسيموم لمدينته. نتمنوا ان شاء الله هذا الجيل اللي هو هذا الجيل ديالهم هو انه يستمروا في هذا العمل، وحنا هنا غير باش نتعاونوا معاهم باش نساعدوهم انهم باش يوصلوا، ولما لا يحققوا ذاك اللقب تاعنا اللي حققناه يحققوه حتى هما. راه ماشي من المستحيل وماشي من الصعب، ولكن لا بد خص الواحد يسكريفي شويه باش نوصل لهم الميساج كلاعبين، يسكريفي شويه ما يتزمش بزاف الهضره ديال برا، يعني يديها في الخدمه ديالو ويديها في سميتو. حنا راه كنتعاونوهم وكنمشيو لقاء بلقاء، وان شاء الله نتمنوا اننا في الدورات الاخيره نكونوا كنتنافسوا على اللقب ان شاء الله مع الفرق الاخرى، حتى الا ما قدرناش اننا نفوزوا في اللقب نفوزوا بواحد الرتبه اللي تشرف لينا ان شاء الله باش نلعبوا لاكوب دافريك اللي هي مزيانه بالنسبه للاعبين التجربه، ولا العام اللي مورا ان شاء الله ما يكون ما احسن. وهذه هي كره القدم، دونك كيكون جيل وكيكون جيل، نتمنى لهذا الجيل ان شاء الله باش يحقق هذا اللقب لهاد الناس اللي كانوا كيتسناوه شحال هذه ان شاء الله.